كنوزينا كنوزينا برعاية في العز عندك متختار خضرة نهار وخضارها كبار لمستها فيانا ذوب في السكر حار من البحر والبحار تتقلع النار سرها الأحكار تخير وتختار إلا المقرونة هي بنت الدار المقرونة عندها اسم رندا بيكزازة سهلول عنوان كل مرامك دي وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عينيا فيها نلقى لانج دو ميزان إلكترو ميناجي أرتيكلو دو ديكوراسيون المعون وكل مستلزمات الدار بأحسن الأسعار بيكزازة تو بور لكازا قطرة واحدة فيها برشة محبة وعلى خاطر صحتي وصحة عائلتي أنا اخترت ما حيات ومينيرال ناتوريل خالي من النيترات القضية وكل ما يهم الدار خير واختار بأحسن ما ثم في الأسعار سيتي ماركت موجود في حي جوهرة وفي سهلول بحدا ستيك وفي حمام سوسة طريق الشط حضرات المستمعين أهلا وسهلا بكم في برنامجنا كنوزينا كنوزينا بحذاكم كنوزينا ترافقكم في رمضان وتعطيكم نصايح في الأكلة وتعطيكم دروسات بنان بنان برشا ماهمش غاليين وسهلين في الصنع متاعهم إذن اليوم ايش باش نطيبوا الحيرة ايش باش نطيبوا باش نطيبوا شربة عدس ومن بعد بريك بالشفرات إن شاء الله ما غليتش عليكم برشا سلطة خضراء وطماطم كوشة علوش وفي الأخر بالكل بوزة بالبوفريوة كنوزينا نصيحة من عندي وقت تشوقوا فطركم ما تشربوا كان ماء أو مينرال حياة 0% نيترات هذا بنين برشا وسهل معناها إيش باش نقول لكم بنا ما فماش كيفها ماء حياة نتعداو لشربة العدس هذه بنينة برشا والعدس تعرفوا اللي فيه الحديد وبنين برشا ويقولون اللي في رمضان يزمنا ناخذوا حاجة ليكيد كما الشربة نبدأ بها على خاطر المعدة شايحة ويزمها شوية شوية ليكيد باهي لهذا الكل يزمنا 300 جرام عدس أصفر بصلة زوز مغارف طماطم معجونة مغرفة هريسة 50 جرام قديد مغرفة قهوة كمون 3 سنون ثوم مغرفة قهوة كروية مغرفة قهوة تابل وزوز مغرفة أكل خل القضية هذه الكل ومتاع اللي جاي الكل شريناها منين زعما شريناها من سيتي ماركت طريق الشط وسيتي ماركت طريق الشط حمام سوسة عنده فضاء حلو برشا وتجمو تلقاو كل المرافق نتاع المواد الغذائية اللي حاجتكم بها باهي نتعداو كيفاش باش نعملوها الشربة كيفاش باش نطيبوها نطيبو بيان سور العدس هذا نطيبوه في الماء وكل مرة في فما كشكوشة نحيوها بالليكيموار نحيوها الكشكوشة نتاع العدس خاطر العدس يسيب الكشكوشة وفي نص التياب نزيدو عليها البصل مخصوص جويد جويد والطماطم معجونة والهريسة والقديد والكمون والتابل والكروية هذا الكل نزيدوه ونخليه يطيب الكل مع بعضه كان تحبوا ترحيوا العدس ترحيوه سينو تجمو تخليوه هكاك هو يسيب لاميدون نتاعه والسوب تولي اونكتيوز تولي عاقدة وهك الوقت نصبوا شوية خل فوقها وتاخذوا من الخبز اللي بقالكم البارح تقصوه اونكوب وتقليه شوية في الزيت وتزيدوه اون كروتون من فوق كانوا لبلابي لكن بوش لبلابي سي دي كروتون يتقرمشوا فوق الشربة هذه فيما يخص شربة العدس كنوزينا نتعدوا للديسير الديسير هو بوزة بالبوفريوا لكن هذه ديسير عصيدة نجم نقولوا عصيدة تخرج شوية على الموضوع على خاطر بريميرمون باش ناخذوا الدرع باش نطيبوها بالدرع والدرع هذا مش من اللي عند اللي يجي الدرع هذا من عند رندا عندهم درع خارق العادة دونك ناخذوا 250 غرام درع 100 غرام طحينة ولا نرحيو لي بات دو سيزام الجلجلان نرحيوه ونزيدوه على هذا نزيدوا عليه 50 غرام بوفريوا لكن بوفريوا مرحية زادة كان عندكم ميكسير حتى تقر زيتها 220 غرام سكر وإيترما إيترما احنا والجو متاع الدرع كيفاش باش يعقد نتعداو البوزة هذه فاش طيبناها في كسرونة حلوة اكلي ما تسقش مشريناها من عند بيكزازا بيكزازا يبيع كل مرافق متاع الكوجينة كل ما هو كراون كل ما هو مقلات كل ما هو الحاجات اللي استحقوهم الكوجينة تلقاهم عند بيكزازا نتعداو كيفاش باش نطيبو البوزة هذه بالبوفريوة البوزة بالبوفريوة نحلو الفرينة الدرع هذه نحلوها في الماء ونزيد عليها دونك الجلجلان ونزيدوا عليها البوفريوه نعديوها في غربال جويد داك الغربال اللي صافيو بيه جويد بالكل ومن بعد نزيدوا عليها السكر ونحطوها فوق النار
الطيب ونحن نخلطه بمغرفة لوح نخلطه حتى نشوفه الخليط الكل يبدأ يعقد هو يسيبك الأكسجين متاعه هذوكم أكل وقت البوزة متاعنا طابت أكل وقت باش تلقاوه الليكيد باش تقولوا وش بيكم ما عقدتش لا وقت تبرد باش تعقد تصبوها في كيسان ديكوب حلوين وتخليوها تبرد وتحطوها كان تحبوا في الفريجيدير وهذايا حاجة تتاكل في السهرية بنينة برشا والمرافق هذوم الكل والزنجريديون هذوم الكل تلقاهم عنا في www.cruzefm.net ما تحيروش تجمو تقيدوهم عندكم وطيبوهم بشفة هكا برنامجنا وفا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس الوقت ونقول لكم إلى اللقاء وشاهية طيبة كنوزينة كنوزينة برعاية في العز عندك ما تختار خضرة نهار وخضارها كبار لمستها فيانا ذوب في السكر حار بالبحر والبحار تتقلع النار سرها الأحكار تخير وتختار إلا المقرونة هي بنت الدار المقرونة عندها اسم رندا بيكزازة سهلول عنوان كل مرامك دية وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عينيا فيها نلقى لانج دو ميزان إلكترو ميناجي أرتيكلو دو ديكوراسيون المعون وكل مستلزمات الدار بأحسن الأسعار بيكزازة تو فور لكازا قطرة واحدة فيها برشة محبة وعلى خاطر صحتي وصحة عائلتي أنا اخترت ما حيات ومينيرال ناتوريل خالي من النيترات القضية وكل ما يهم الدار خير واختار بأحسن ما ثم في الأسعار سيتي ماركت موجود في حي جوهرة وفي سهلول بحدا ستيك وفي حمام سوسة طريق الشط